من هناك مراسل قناة ليبيا الحرة محمد الغرياني. محمد، ضعنا في آخر تفاصيل ما يجري على مشارف بني وليد، وهل هناك تطورات جديدة داخل المدينة؟ نعم عيسى، مرحبا بك، مرحبا سادة المشاهدين. عيسى، طبعا أريد أن أؤكد أني على مشارف بني وليد، أبعد عن مدينة بني وليد حوالي 70 كيلومتر، وعن وادي الدينار حيث يتمركز قوات بني وليد حوالي 60 كيلومتر. عيسى، بالأمس ظهرت إشاعات تقول أن هنا في هذه المنطقة يتم احتجاز عائلات لأهالي بني وليد، ولكن بعد الاطلاع على هذا المكان وهو المحور الشمالي لمدينة بني وليد، أفادنا القادة الميدانيون أن بالنسبة للعائلات لم يتم حجز أي عائلات داخل هذا المكان، وبالعكس يتم تسهيل الأمور لدخول المدينة. أفادنا أيضا المسؤولون داخل مدينة بني وليد أن عائلات بني وليد موجودة بالكامل داخل المدينة ولم يخرجوا منها أبدا، بالرغم أننا رأينا بعض العائلات تخرج من هذه المدينة، ولكنهم قالوا أن العائلات التي تخرج من مدينتهم هي فقط عائلات النازحين. ولكني قبل قليل وقفت على سيارات أحد العائلات في هذه المنطقة وأخبرني أنه من مدينة بني وليد. بالنسبة للعائلات التي تم إيقافها أمس بعد أن حدث توتر بسيط هنا في المنطقة الأمامية التي تمركز بها قوات درع ليبيا، تم منع خط السير قليلا، ولكن اليوم فتح خط السير، تدخل عائلات بن وليد وتخرج. وأصر قوات درع ليبيا أنهم لم يتعرضوا لأي عائلة ولم يعتقلوا أي عائلة. نعم زميلي. بعلمك محمد، هل هناك مبادرات يعني خرجت حتى الآن لتسليم المطلوبين داخل المدينة؟ نعم، بالأمس دخل العقيد صلاح أبو حليقة المكلف من رئاسة الأركان والمؤتمر الوطني العام لتقصي الحقائق داخل المدينة من هذه المنطقة. طبعا رأينا الفيديوهات والتي تقول فيها أعيان بن وليد أنهم يريدون أنهم يعترفون بشرعية الدولة، ولكنهم يريدون تسليم المطلوبين من مدينة بن وليد الذين موجودون في مدينة مصراتة إلى طرابلس. ومن جهته أيضا قال أهالي مصراتة وعيان مصراتة أن أبناء بني وليد داخل المدينة في حالة جيدة، ويمكن لأهالي بني وليد أن يأتوا ويطلعوا إليهم، ولم يتعرض لهم أي أحد بالإيذاء، كما قالوا أيضا أن السجون التي لديهم شرعية. بالنسبة للمبادرة أيضا قال أهالي بن وليد أنهم لا يقبلون أن يعاملوا بهذه الطريقة، وهي أن يتم محاصرتهم من جميع الجهات. ويعني يقولون أيضا أن هناك من نقض العهد من قوات درع ليبيا وقام بإطلاق الصواريخ. للعلم أنه بالأمس لم يتم هناك قتال، لم ينقض أحد الميثاق الذي كلفهم المؤتمر الوطني به وهو محاصرة المدينة، ولم يتعرض أحد لإطلاق نار سوى قتال بسيط حدث اليوم وأمس إطلاق نار بين الطرفين. هل هذا التطور الميداني الذي حصل وإطلاق النار أو العمليات العسكرية التي حصلت، هل أسفرت عن أي إصابات في أحد الطرفين؟ نعم، بالنسبة لقوات درع ليبيا المتواجدة هنا أو هناك في المردوم أو هنا في قرب وادي دينار، ليس بها أي إصابات أو جرحى أو قتلى. وأما بالنسبة إلى داخل المدينة، هناك من يقول أن هناك إصابات بسيطة. نعم، بعلمك ما هو الوضع الإنساني الذي يعني يسيطر الآن على المدينة؟ كيف هو الوضع الإنساني داخل المدينة؟ نعم، بالنسبة إلى القادة الميدانيين هنا من درع ليبيا يقولون أن المؤونة تدخل لمدينة بني وليد، ولكن ربما لديهم نقص هناك في البنزين كما أشار لي أعيان بني وليد، وأن المستشفى بسيط جدا لا يقبل حالات. أيضا أشار لي هناك أن العائلات لا زالت هناك داخل المدينة ويحملون الدولة الليبية أن أي شيء يحدث لهذه العائلات، ولكن كما قلت لك زميلي أن في هذه البوابة وغيرها يتم تسهيل العبور للعائلات ويتم دخول وخروج العائلات دون أي يعترض عليهم أحد. نعم، هل هناك أي أشياء تمنع من الدخول إلى المدينة من قبل مثلا درع ليبيا أو مثلا من قبل التعليمات التي تأتي من الحكومة؟ نعم زميلي، بالنسبة للتعليمات ليس هناك أي عائلات منعت من الدخول أو من الخروج،
قوات درع ليبيا تفتح طريق أمام العائلات للدخول والخروج ولم يتسببوا إلى أحد. أما بالنسبة للأسلحة فهي تمنع من دخول إلى المدينة وغيرها من المواد التي يمكن أن تشعل الحرب أو أي شيء. أما بالنسبة للمؤونة فهي تدخل إلى المدينة، أما بالنسبة للعائلات تدخل وتخرج من المدينة دون أن يتسبب لها أحد بأي أداة. نعم، محمد الغرياني مراسل قناة ليبيا الحرة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من على مشارف بني وليد، شكرا جزيلا لك.